ست طائرات على متنها ما يقارب 1158 راكبا من المقيمين من مختلف الجنسيات ومخالفي قانون الإقامة غادروا مطار الكويت الدولي إلى بلدانهم ضمن جهود كبيرة تبذلها وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني في تسهيل كافة إجراءات الركاب. بالنسبة للإجراءات هي إجراءات المعتادة كمسافرين بعد دخوله لمطار دولة الكويت، بس أبا كانت في إجراءات أمنية فقط، لكن الآن استحدث إجراء آخر اللي هو الإجراءات الطبية. طبعا تطبق هذه الإجراءات من بداية دخوله إلى مطار دولة الكويت لحين وصوله إلى الطائرة، في إجراءات قياس حرارة من مرحلتين، ومن ثم يدخل إلى منطقة التفتيش، ومن ثم إلى الجوازات، وبعد ذلك يدخل إلى الطائرة. طبعا خلال تواجده في منطقة الترانزيت هناك طبعا في رجال من إدارة أمن المطار يتابعون تطبيق هذه الإجراءات من خلال وضع الكمام، وضع الجلافز، تباعد، هذه طبعا كلها إجراءات الآن متخذة في مطار دولة الكويت خصوصا للأشخاص من مدارس اللواء وكذلك المسافرين طوعية حسب اتفاقات السفارات بلدهم مع الجهات المعنية. رحلات المغادرين بالنسبة للمقيمين من يود المغادرة ومخالفي قانون الإقامة غادرت إلى عدة وجهات مختلفة منها حيدر أباد ولكناو وكيرلا وغايبور بالإضافة إلى دكة والدوحة. أمس عندنا لمراكز الإيواء 4 طيارات على طيران الجزيرة متجهة إلى الهند، ما يقارب 600 مخالف من مراكز الإيواء أمس غادروا البلاد، واليوم عندنا كذلك من ضمن الرحلات الست اللي عندنا 4 رحلات لمراكز الإيواء، واحدة إلى بنغلاديش على الخطوط الجوية الكويتية، وثلاث إلى الهند على طيران الجزيرة. حاليا متبقي في مراكز الإيواء ما يقارب 12,000، واللي قادروا تقريبا بحدود 14,000. هذا وسوف تستمر الرحلات التجارية بالنسبة للمغادرين من الجنسيات الغير كويتية.